مساء الخير. حلقة جديدة من برنامج منشأتنا نستعرض من خلالها أبرز ما جاء في الصحف المصرية الصادرة غدا وأبرز ما طلعتنا به الصحف العالمية والعربية الصادرة اليوم. خلونا نستعرض في البداية الصفحات الأولى للجرائد الصادرة غدا ونشوف أوجه التشابه والاختلاف ما بين صفحاتها. الصفحة الأولى لجريدة أخبار اليوم المنشأت الرئيسي ليها كان ثورة شعب. نشرت الجريدة هذا المنشط مع صورة للرئيس عبد الفتاح السيسي، ومنشط آخر للجريدة حمل عنوان الرئيس يفتتح مشروع المليون رأس ماشية خلال أيام. موضوعات أخرى اهتمت بها الجريدة في صفحتها الأولى كان منها توقيع عقد مجمع الصناعات الكيماوية باستثمارات بلغت 200 مليار جنيه غدا بحضور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس. من ضمن الموضوعات أيضا اللي أبرزتها الجريدة في صدر صفحتها الأولى حركة المحافظين الأسبوع المقبل. أما جريدة اليوم السابع فجاءت صفحتها الأولى مختلفة تماما ومميزة عن جريدة أخبار اليوم، فكانت أغلبها عبارة عن مجموعة من رسوم الكاريكاتورية للفنان أحمد قعود بتعبر عن ثورة 30 من يونيو وعناوين أخرى بمناسبة الذكرى الخامسة لثورة 30 من يونيو. كان منها هكذا غيرت 30 يونيو وجه مصر بالبناء والتنمية. أيضا أبرزت الجريدة في صفحتها الأولى حوارها مع دكتور خالد العناني وزير الأثار. في حين جريدة الدستور جاء منشطها الرئيسي أيضا عن ثورة 30 من يونيو بعنوان سر 30 من يونيو، لماذا ثار المصريون على الإخوان؟ اتفقت جريدة الدستور مع جريدة الأخبار في تناولها لموضوعات أخرى في صفحتها الأولى. لم تكتفي الجريدة بثورة 30 من يونيو زي ما جاء على أو في جريدة اليوم السابع. من أبرز الموضوعات اللي ركزت عليها الدستور في صفحتها الأولى هي بدء صرف المعاشات بالزيادة يوم الأحد، كذلك قانون لتطبيق ضرائب على التجارة الإلكترونية. إلى جريدة الشروق التي لم تختلف عن باقي الصحف ومنشأتها الرئيسي جاء بعنوان طوارئ لتأمين احتفالات 30 من يونيو. الصفحة الأولى لجريدة الشروق جاءت تقليدية تماما، تناولت مجموعة من الأخبار المحلية والعربية والدولية. فمن الأخبار العالمية مثلا اللي تناولتها الشروق خبر بعنوان أمريكيات يتظاهرن داخل الكونغرس ضد سياسة ترامب بشأن الهجرة. للتعليق أكثر ينضم إلي عبر الهاتف رئيس تحرير جريدة الجمهورية أستاذ عبد الرازق توفيق. أستاذ عبد الرازق أهلا بك معنا في منشأت. إذن 5 أعوام تمر على مصر بلا حكم الإخوان، ثورة 30 من يونيو، الدرس الأكبر المستفاد من هذه الثورة من وجهة نظر حضرتك؟ والله اللي مستفاد أولا أنا برحب بحضرتك ومشاهدينك. المستفاد هي مصر اللي كانت أعتقد كانت ممكن مهددة في بقائها في وجودها في هويتها في حاجات كتير جدا، لكن ثورة 30 يونيو هي لحظة فارقة في تاريخ مصر، هي يعني نقيض حالتين من التناقض ما بين الاختفاء والاندثار والسقوط والبقاء والخلود. أعتقد أن ثورة 30 يونيو كشفت عن معدن النفيس لهذا الشعب المصري، كشفت أن هذا الوطن مليء بالشرفاء والرجال الذين يأبوا أن تسقط مصر أو أن تهان أو تتعرض لموجات ومؤامرات وخيانات تستهدف بقاء ووجود هذه الدولة العظيمة. ولكن أعتقد ما سطره الشعب المصري من وعي ومن همة وإرادة وعزيمة، وما سطره الجيش المصري العظيم من بطولات وتضحيات وعطاء وفداء، وما سطره رموز مصر وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي كان القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربي آنذاك بقرار شجاع قرر أن ينحاز لشعبه ولا مجال لتردد. هذه هي عقيدة القوات المسلحة وعقيدة أبنائها. كل أجهزة وكل مؤسسات الدولة المصرية كانت حاضرة وكانت على قلب رجل واحد لإنقاذ الوطن من الضياع على أيدي هؤلاء الخونة الذين نعدهم ونحسبهم دائما أنهم ترس في أمر
حيكت ضد مصر، واعتقد ان هذه المؤامرة ما زالت موجودة، ولكن بفضل تضحيات وعزيمة وشهداء مصر الأبرار، وبفضل الرؤية وفضل الكبرياء وفضل اتخاذ قرار اننا لن نركع الا لله سبحانه وتعالى، على الشعب المصري ان يظل صامدا صابرا بانيا لهذا الوطن مدافعا عنه. وقد اعتقد ان جينات العزيمة والإرادة والتضحية والقوة والصلابة بتسري في أبناء هذا الوطن، ولكنهم الآن في مهمة عظيمة أو مهمتين. الأولى هي حماية هذا الوطن وتأمين حدوده وتأمين أرضه، والتحدي الثاني هو بناء هذا الوطن ووضعه في المكان والمكانة اللائقة التي تليق بهذا الشعب. طيب أستاذ عبد الرازق، يعني منذ 2011 وتتم الكشف العديد من المخططات حكم الإخوان حدا بكثير من مصالح الوطن وكثير عن أهداف الوطن في ثورة 25 يناير، وثورة 30 من يونيو تعد تصحيح لمسار ثورة 25 يناير. إلى أي مدى مصر صمام الأمان سواء كانت في المنطقة أو في العالم كله تبدو مستهدفة، وأيضا مع وجود قوات مسلحة قوية، شرطة، قضاء، وخلف كل دول الشعب المصري، كيف تبدو مصر؟ والله أنا عايز أقول لحضرتك أني زي ما تفضلت وسألتي، وأنا قلت أن المؤامرة بالفعل ما زالت مصر موجودة، ولكنها كانت دايما حاضرة على مدار تاريخ مصر. أنت عارف حضرتك أن مصر دايما حجر الزاوية في المنطقة وربما في العالم كله. أعتقد أوروبا معنية وبترى أن مصر ركيزة الأمن والاستقرار على العالم كله، لأن مصر سواء تاريخيا أو جغرافيا أو حتى جيوسياسيا، مصر هي القلب النابض لهذه المنطقة، واستقرارها وقوتها بتنعكس وتتجسد فيها يعني أمن واستقرار العالم وأوروبا تحديدا. لكن أنا عايز أقول أن الشعب المصري طالما هو زي ما أعتقد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق الكثير والكثير من الرسائل، أن مصر كلما تتقدم حاولوا كسر قدميها، أنما كلما حاولنا أن نتقدم للأمام وأنجزنا بالفعل هناك من يريد أن يجعلنا دائما في حالة المرض، لا يريد لمصر أن تتعافى، لأن مصر في هذه الحالة. وأنت حضرتك تعلمين وبدون تفاصيل أن مصر تتصدى الآن لمخطط سواء لمحاولة ابتلاع الأرض العربية أو إعادة صياغة المنطقة بشكل يتناسب ويتوافق مع مخططات وقوى إقليمية أو قوى دولية. لكن وجود مصر كقوة صلبة وقوية بتحدي وكبرياء وشموخ قائد عظيم في حجم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقوة جيش وطني وشعب متحد ومتفق ان هو دايما يحزو ارادة شعبه وكرامتها وعزتها ويأبى ان يركع الا لله سبحانه وتعالى، اعتقد ان المعادلة واضحة جدا، ان طالما اجتمعت هذه القوى المصرية الموجودة قائد وشعب وجيش وشرطة وطنية، مفيش اي قوة في العالم تستطيع ان تزحزح مصر او تجبرها على اتخاذ ما يتعارض مع كرامتها ومبادئها وقواعدها الثابتة وإرادة شعبها. احنا دلوقتي بصدد لابد ان يكون الوعي موجود لدى كل المصريين ان مصر هذا جيد استاذ عبد الرازق، لانه كان سؤالي التالي هو عن دور القوى الناعمة، لانه الصحافة والتلفزيون ووسائل الاعلام في هذه الفترة كان لها دور. كنت أسأل حضرتك عن دور القوى الناعمة، لأنه الصحافة والتلفزيون والإعلام بشكل عام كان ليه دور كبير في توعية الشعب المصري ودعوته للنزول وكشف كل المخططات اللي كانت بيقوم بها تنظيم الإخوان لإضاعة مصر. ما الذي يمكن أن نعول عليه أيضا في مرحلة البناء، لأنه حتى ثورة 30 من يونيو كانت بداية لمرحلة جديدة في تاريخ مصر لم تنتهي حتى الآن؟ أنا أكرر وأؤكد على شيء مهم جدا، أن مهمتنا احنا كصحافة وكإعلام وكقوة ناعمة هو خلق حالة من الوعي غير المسبوقة لدى المصريين، سواء وعي بما يدور من روح الإصلاح الموجودة في مصر حاليا، أو توعية بمن اعتقد ان هم حملة الدين واصحاب الدين وهم كانوا هم الا تجار دين، وكما اسلفت وقلت لحضرتك انهم كانوا مجرد ترس. لكن الاعلام عندما يوعي هذا الشعب بحقيقة هذه التنظيمات وانتماءاتها واهدافها وارتباطاتها بالقوى الدولية، ثم بعد ذلك التوعية
توعية بالتحديات والتهديدات والمخاطر اللي بتواجه بها الدولة. مصر بتتحدى وتخوض حرب على محورين أساسيين جدا، مواجهة تحديات داخلية وخارجية. ثم الأمر الثاني هو معركة التنمية ومعركة البناء. تأخرنا على مدار 5 عقود، هناك ملفات وأمراض مزمنة خاصة وتحديدا يعاني منها الاقتصاد المصري، وجاء القرار الشجاع والوطني والشريف الذي لا يبتغي إلا وجه الله والوطن، هو قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإصلاح، يعني أن احنا ننتشل مصر من الضياع والسقوط، لسنا مجرد نقترض ونجمل واقع أليم ومؤلم، ولكن لابد أن نجابه تحدياتنا مشاكلنا. قطعنا شوط كبير جدا في هذا المسار، لدينا إنجازات ونجاحات، اجتزنا المرحلة الصعبة، عندنا 11,000 مشروع قومي بتكلفة 2 تريليون جنيه، عندنا 45 مليار، عندنا إنجازات، عندنا غاز، عندنا ملفات هنشتغل فيها الفترة القادمة وتضع مصر على الطريق الصحيح. وأعتقد أن سنة 2030 مصر هتكون من أفضل 30 اقتصاد في العالم. أعتقد أن المطالب الشعب المصري نتحلى بالوعي أن يصبر ويعمل على بلده حتى يعود الحصاد بين يديه إن شاء الله، ويحصل صحة جيدة، تعليم جيد، أو قوة ناعمة نعيد بها الهوية المصرية والشخصية المصرية من جديد. أنا بشكر حضرتك أستاذ عبد الرازق توفيق، رئيس تحرير جريدة الجمهورية، على انضمامك إلينا. وبمناسبة مرور 5 سنوات على ثورة 30 من يونيو، الصحف الصادرة غدا أفردت في صفحاتها الداخلية أيضا مساحات كبيرة لهذه المناسبة، وقامت بعمل ملفات خاصة عن هذا الحدث المهم. فبداية من جريدة أخبار اليوم والتي قامت بعمل ملف خاص عن ذكرى 5 ثورة 30 من يونيو بعنوان 30 من يونيو ثورة شعب، التي سردت فيها سيناريو افتراضي في حالة استمرار حكم الإخوان وما كان سينتج عنه من خراب سياسي واقتصادي واجتماعي. أمنيا كان سيتم سيطرة الميليشيات الإخوانية على مفاصل الدولة وبالتالي ينتج عنه إرهاب، ورأت الجريدة أنه لولا ستر الله استطاعت الثورة أن تنقذ مصر من إرهاب كبير محتمل. أيضا الجريدة أفردت في نفس الملف مجموعة من المقالات لكتاب كبار بمناسبة ذكرى ثورة 30 من يونيو. من جريدة الشروق نركز على ما نشرته الجريدة عن انتهاء وزارة الداخلية من تأمين الاحتفالات ونشر الكمائن والدوريات الثابتة والمتحركة في الشوارع والميادين، وتشديد الحراسات الخاصة على المناطق الحيوية والمؤسسات المهمة والسجون. أما جريدة الدستور فقامت بعمل ملف خاص بعنوان الثورة الآن، سردت فيه مجموعة من الحوارات اللي قامت فيها الجريدة، بداية بعمل حوار مع النائب محمود بدر وهو عضو مجلس النواب، وكان وقتها هو مؤسس حركة التمرد واللي دعت لثورة 30 من يونيو، واللي كشف بدوره عن أنه تم الانتهاء أو بصدد الانتهاء من تأليف كتاب يشمل كل التفاصيل الخاصة بهذه المرحلة كنوع من أنواع التوثيق، اللي بدأ من منذ الإعلان عن هذه الحركة وتأسيسها في يوم 28 إبريل في 2013 وانتهاء لفض الاعتصام الإخواني المسلح في ميدان 4 وميدان النهضة بالجيزة. أيضا الجريدة أجرت في هذا الملف لقاء مع الكاتبة سكينة فؤاد وغيرها من اللقاءات اللي أجرتها الجريدة في نفس الملف بمناسبة الذكرى 5 لثورة 30 يونيو. جريدة اليوم السابع قامت أيضا بعمل ملف خاص بعنوان 30 يونيو يوم تحررت فيه مصر من الإخوان. الصحيفة قالت أنه 30 من يونيو حولت محافظات مصر إلى مدن عالمية. رصدت الجريدة في هذا الملف تفاصيل خاصة بأبرز المشروعات الضخمة في مختلف أنحاء مصر خلال الفترة التي عقبت ثورة 30 من يونيو وحتى الآن. رأت الجريدة أنه ساعدت الدولة المصرية إلى نقل مصر لمرحلة متطورة على كل المستويات الاقتصادية واقتحام عالم الصناعة والتجارة والاستثمار والمشروعات المميزة من ثروة سمكية ومياه شرب وري، بتطوير ورفع كفاءة وإنشاء المئات من محطات المياه وشبكات الطرق وإنشاء المدن الجديدة والقضاء على العشوائيات في مختلف أنحاء الجمهورية.
للصفحات الداخلية الخاصة بالصحف وأهم الأخبار. ننتقل تناول هذه الصفحات في عددها الصادر غدا. نبدأ بجريدة اليوم السابع واللي أبرزت بعث الفريق محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى 30 من يونيو عام 2018. أكد الفريق محمد زكي على أن القوات المسلحة ستظل على إيمانها المطلق بأن رجالها هم أبناء كل المصريين ويتقدمون صفوف حماية الوطن ودفاعا عن مقدساته وسلامة أراضيه بكل البذل والتضحية والفداء في سبيل واجبهم. جريدة الشروق أبرزت تصريحات الفريق علي فهمي قائد قوات الدفاع الجوي الذي قال بأن سماء مصر لها رجال يواصلون العمل بالنهار للدفاع عنها ضد كل من تسوي له نفسه المساس بها. لديهم قدرات كافية لتحويل السماء المصرية إلى جحيم على من يفكر في الاعتداء على أمن مصر وشعبها. وأضاف فهمي أن القوات المسلحة واعية للتحديات الموجودة على الساحة الإقليمية والدولية ومستعدة لها ولا تغفل التهديدات المختلفة الموجودة حاليا في الإقليم الشرق الأوسط. إلى جريدة اليوم السابع اللي ركزت على حضور دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية غدا مراسم توقيع عقد إنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات في منطقة الشرق الأوسط في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة باستثمارات تقدر ب10 مليارات و900 مليون دولار على مساحة تبلغ 5 ملايين متر مربع. وهذا المشروع سيوفر 48 ألف فرصة عمل. إلى جريدة أخبار اليوم التي أشارت إلى بدء وزارة الإسكان يوم الاثنين في تلقي طلبات الحجز ودفع المقدمات ل 30145 قطعة أرض سكن بالمدن الجديدة. ونقلت الجريدة عن دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان قال إنه تم بيع 32537 كراسة شروط للمواطنين من مختلف شرائح الدخل وبيع الأراضي سيكون بنظام القرعة العلنية. جريدة الدستور أبرزت لقاء دكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي باللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية. هذا اللقاء تناول عدد من الأفكار الخاصة بمجالات التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة وعلى رأسها الإجراءات التي يتم اتخاذها بينهما لتنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة أو ما يعرف بعربات الطعام. ومن جهة أشارت دكتورة سحر نصر إلى إمكانية توفير الصندوق للتمويل المالي اللازم للشباب لشراء عربات الطعام المتنقلة وبنسبة فايدة منخفضة مع توفير منح تدريبية وفنية لهم. خلونا نستعرض معاكم بعض مقالات الرأي في الصحف والمواقع. و أول مقال معنا النهاردة بقلم الكاتب علاء ثابت بجريدة الأهرام تحت عنوان 30 يونيو ومخطط الإخوان. في هذا المقال ثابت بيقول أنه لا يمكن أن ندرك مدى ما تم إنجازه من جانب المصريين في 30 من يونيو 2013 من خلال الفصل الأول لجماعة الإخوان لمصر التي حالت دون أن يحققوا الفصول التالية من مخططهم. ففي الفصل الأول أدرك المصريون أن جماعة الإخوان قد استغلت سخطهم على أخطاء نظام مبارك كي تقفز على السلطة لتبدأ أول فصول مرحلة التمكين. يضيف الكاتب كان مخطط الإخوان هو إعادة حكم الخلافة الذي تحدث فيه إردوغان عن العثمانيين الجدد الذين سيعيدون أمجاد إمبراطوريته يتم فيها استخدام جماعة الإخوان في مختلف البلدان العربية والإسلامية يكون في مقدمة جيش الخلافة وأن تكون هناك حصة لدويلة قطر الحالمة بالخروج من حيزها الجغرافي والسكاني الضيق. في ختام المقال يقول ثابت الجماعة لم تتمكن من استكمال باقي فصول مخططها وما رأيناه من حكمها لم يكن سوى فصل تمهيدي عجزت فيه الجماعة عن فرض التمكين بفضل وعي الشعب المصري ومظاهراته التي لم تتوقف طوال فترة حكم الإخوان القصيرة وعدم انصياع مؤسسات الدولة لتلك المخططات الجهنمية.
مقال بعنوان أبطال وبطلات الميداليات أصدقاء النجاح المنسيون بقلم الكاتب أكرم القصاص في جريدة اليوم السابع. يقول القصاص أنه في الوقت الذي كنا نشعر فيه بالحزن على خسارة منتخبنا لكرة القدم في المونديال، كان هناك عشرات من الأبطال ينافسون لانتزاع 34 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية في دورة ألعاب البحر المتوسط بمدينة تراغونا بإسبانيا، منها 13 ميدالية ذهبية و8 ميدالية فضية و13 ميدالية برونزية. يضيف الكاتب كالعادة تجددت الأسئلة عن السبب الذي يجعل الألعاب الفردية بعيدا عن الأضواء والدعم ولو بنسبة مما يقدم لكرة القدم. وبالطبع علينا الاعتراف بأن كرة القدم هي اللعبة الأكثر شعبية، لكن الأمر عندنا أن هذه الألعاب مظلومة، وأغلب من يساعدهم الحظ بالاستمرار في هذه الألعاب يفعلون ذلك بدعم وسعى وبسعي شخصي وتعب، ويواجهون الكثير من العراقيل والبيروقراطية وأنواع من التعطيل والإهمال. وأسرد الكاتب فليستمر دعم كرة القدم، لكن في نفس الوقت من حق أبطال وبطلات الألعاب الفردية أن ندعمهم ونفرح بهم ونسلط عليهم الضوء، فهم أصدقاء النجاح المنسيون. فاصل ونعود بعد قليل. أهلا بكم مرة تانية. سريعا نذهب لاستعراض بعض الرسوم التي جاءت بالصحف المصرية والعربية. من أخبار اليوم، كاريكاتير بريشة الفنان هني عن ثورة 30 من يونيو. عن نفس الموضوع، كاريكاتير من اليوم السابع بريشة الفنان محمد عبد اللطيف. إلى جريدة الاتحاد الإماراتية، وهو كاريكاتير عن فرض الضرائب الأمريكية بريشة شريف عرف. وإلى أبرز ما طلعتنا به الصحف العالمية والعربية اليوم. وكالة سبوتنيك الروسية أشارت إلى تصريح المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف بأن موسكو لا تعرف ما هو أساس معلومات وسائل الإعلام حول سعي ترامب خلال اللقاء في هلسنكي إلى عقد صفقة بشأن سوريا. قال بيسكوف: لا أفهم على أي أساس بني تقارير CNN، مضيفا أننا لا نعلم شيئا حول هذا الموضوع. هي تقول أن ترامب يستعد لذلك ونحن لا نعلم ما سيقوم به ترامب. أضاف بيسكوف أنه ليس هناك شك لدى الكريملين بقيام الرئيسين بمناقشة سوريا بشكل كامل. تساؤلات وقلق كبير في الصحف الفرنسية اليوم من مخاطر أزمة الهجرة على أوروبا. صحيفة لوفيغارو الفرنسية أعلنت بافتتاحيتها عن حالة طوارئ تتهدد فيها الديمقراطية، وقالت الصحيفة أن أعداد الوافدين تراجعت بنسبة كبيرة منذ العام 2015، وأشارت إلى أن المخاوف لا تمت إلى الواقع بصلة، لكن ملفات مئات الآلاف من المهاجرين الذين قدموا خلال السنوات الماضية لم تعالج بعد. وقامت الجريدة بعمل استطلاع للرأي بين المواطنين الفرنسيين، أظهر هذا الاستطلاع تخوف الفرنسيين من خروج وتدفق المهاجرين عن السيطرة، وأضافت أيضا أن 60% من المستجوبين رأوا أن فرنسا تستقبل ما يفوق طاقتها من المهاجرين. وصلنا إلى ختام مانشيت. بشكر حضرتك، وغدا حلقة جديدة. إلى اللقاء.